شكرا للإخوان الحاضرين للجسم الصحفي، وكنشكرهم بشكل كبير على المتابعة ديالهم والتغطية لجميع المحطات اللي قامت بها الشغيلة البريدية. في البدء أولا كنهنئوا البريديات والبريديين، وكنهنئوا جميع الأطراف اللي ساهمت في حقيقة في هذه المحطة النضالية اللي خدت الشغيلة البريدية إضرابات متتالية اللي تواصلت بإضراب مفتوح عن العمال داخل مجموعة بريد المغرب. الحقيقة أن كانت الإضراب كانت محطة بالنسبة لنا اللي كانت قوية داخل المؤسسة، شاركوا فيها جميع البريديات والبريديين والحركة النقابية كاملة داخل المؤسسة. وصلنا لمجموعة ديال النتائج اللي كنعتبروها احنا جد جد مهمة داخل المؤسسة. من أهم هاد النتائج هو اللي كنعتبروه في حقيقة العصب الأساسي ديال الملف المطلبي، هو إصدار قانون أساسي بمرسوم اللي توافقت عليه الحركة النقابية. هذا القانون الأساسي اللي كيحافظ على المسار المهني ديال البريديات والبريديين، وكيحافظ على جميع المكتسبات ديال الشغيلة البريدية على جميع المستويات، على المستوى الترقي، على المستوى الاستقرار الوظيفي، على المستوى الشؤون التأديبية، على المستوى اللجان الثنائية، على المستوى التوظيف. كذلك هناك مكتسبات أخرى اللي طرحها داخل هذا القانون الأساسي، وبالتالي أن القانون الأساسي اعتبرناه من أهم النقاط اللي اعتبرناها اللي توافقنا داخل الحركة النقابية. حنا كنعتبروا الخلاصه ديالو اللي وصلنا فيه اللي كان فيه التوافق بيننا وبين المؤسسه كنعتبروه جد مهم، زائد على مجموعه ديال المطالب اللي كنا توافقنا عليها، بالخصوص مساله ديال الزياده في الاجور اللي اعتبرناها جد مهمه، خصوصا في هذه المرحله الحاليه ديال اللي كتعرفوا على الصعيد الوطني على المستوى الدولي هذا الوباء اللي كاين دابا، اللي كنعرفوا الوضع الاقتصادي جد متأسف. البريديات والبريديين كيكون عندهم مكتسب ديال 500 درهم في هذه اللحظه هذه، وحنا كنعتبروا هذا جد مهم بالنسبه للبريديات والبريديين. كذلك هناك نقاط متعدده اللي استفدوا منها البريديات والبريديين فيما يخص العمليه ديال التفريغ ديال القانون الاساسي، اللي تمت تسويه الوضعيه تقريبا ما يزيد على 1200 ديال البريديات والبريدين اللي تم تسويه الوضعيه ديالهم، واستافدوا لا في اطار المسار المهني ديالهم لا كذلك على المستوى الجانب المادي. كذلك تم اتفاق على مساله ديال الترقيه ديال 2018 2019 2020 اللي غادي يتم التسويه ديالها في اخر هذا الشهر هذا، اللي غادي تعقد اللجان الثنائيه المتساويه الاعضاء، واللي غادي يتم الصرف ديالها ابتداء من شهر مارس وافريل وماي. اذا كنعتبروا بان الحصيله ديال البريديات والبريديين بالخصوص الملف المطلبي اللي تم التعاقد عليه الحركه النقابيه بطبيعه الحال النقابه الوطنيه للبريد كلفه الديمقراطيه والشغل، اللي تعاقدنا مع الشركاء الاجتماعيين اللي معنا داخل القطاع اللي ناضلت عليه الشغيله البريديه، كنعتبروا بان واحد نسبه كبيره من الملف المطلبي تم التحقيق ديالو. بطبيعه الحال ما ممكنش الملف المطلبي ولا الحركه النضاليه اللي دارت داخل بريد المغرب غادي تسوي جميع الملفات، ولكن اكتفينا تقريبا باربعه ديال النقاط اللي دلينا بها اللي تم التوافق عليها ووصلنا لها، كنعتقد بان حل مرضي لجميع الاطراف، لا الحركه النقابيه لا البريديات ولا البريديين لا المؤسسه ديال بريد المغرب. طبيعه الحال ان في المرحله اللي كان عندنا فيها الحراك داخل المؤسسه، كانت مشاكل ضروري غادي تطرا مجموعه ديال المشاكل داخل المؤسسه، لان الحراك ما كانش سهل، لان اول مره في تاريخ ديال الحركه النقابيه داخل بريد المغرب ولا على مستوى القطاعات كيدار اضراب مفتوح. هاد المساله كتكون عندو انعكاسات سلبيه لا على المؤسسه ديال بريد المغرب، لا على البريديات والبريديين، لا على الحركه النقابيه، وبالتالي ان كنعتقدوا ان ما وصلنا لاتفاق، الا ان من بعد الاتفاق ان غادي ندخلوا في علاقه
ديال الشراكه الاجتماعيه، وهذه اللي بغينا نمأس اللي مأسسنا لها داخل اتفاق الاطار، اللي مأسسنا لان تكون علاقه جد جد جيده مع الاداره والحركه النقابيه لما فيه المصلحه ديال البريديات والبريديين. اكيد بان وسط هذه المرحله ديال الانتقال لمرحله جديده وقعت واحد مجموعه ديال الهفوات، من بين الهفوات ديالها هو ان كان واحد الخلل على مستوى الصرف ديال المنحه ديال المردود ديال الجزء الثاني منها، هذا خلق لنا واحد الاحتقان. ولكن دائما هذاك القانون الاطار اتفقنا على واحد اللجنه ديال الحوار الاجتماعي الوطني، هذا اللقاء هذا غادي يكون بالضبط اليوم الاثنين ان شاء الله غادي يكون اليوم، من اجل حل هذه المشاكل اللي ترتبت ما بعد الاضراب. اولا من بعد الاضراب هذا كيتعتبر هو اول تصريح اللي قمنا به الصحافه جد مشكوره، ولكن ضروري من الذكر بان وسط هذه العلاقات الاجتماعيه اللي كنحاولوا نبنيو تكون جيده، كتكون بعد الخرجات اما داخل المؤسسه في المواقع الاجتماعيه اما داخل الاعلام اللي حنا غير مسؤولين عليها، وكاين بعد التصريحات اللي دارت بالاسم ديالنا الشخصي ككاتب عام ديال النقابه الوطنيه للبريد، هاد التصريحات اللي عمرني ما صرحت انا بشي شي شي مواقف معينه من بعد الاضراب، ولكن بالنسبه لينا وهذا كنعتبروا بان هاد التصريحات هي كتدخل في اطار انه يخلق اجواء ديال التوتر داخل 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 المؤسسه. وحنا كنتمناو بان مؤسسه ديال البريد المغرب مع الشركاء الاجتماعيين ديالها دخلوا في مرحله جديده من اجل بناء المستقبل ديال هاد المؤسسه، من اجل خلق واحد الجو ديال العمل البريديات والبريديين، من اجل تحقيق مكتسبات جديده للبريديات والبريديين. واكيد داخل هذا اللقاء معكم كنأكدوا للبريديات والبريديين اننا غادي نبقاو دائما متشبتين بالوحده ديال الحركه النقابيه، وغادي نبقاو ندافعوا على المصالح ديال البريديات والبريديين.